صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 30 لسنه 2021 بتعيين مدراء في مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء فيه الماده الاولى يعين في مكتب رئيس مجلس الوزراء كل من السيده ندى احمد علي حسن ابراهيم مديرا لاداره المشاريع السيد احمد عصام جناحي مديرا لاداره الاعلام السيد علي عبدالله جاسم العرادي مديرا لإدارة الشؤون القانونية المادة الثانية على مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية